المحاضرة دي بلا أدنى مبالغة أهم محاضرة ليك في السنة كلها، والدفعة دي هتاخد أوبشن بركة الكورونا، محدش خدها غيركم. إني أنا طلبت ما يجيش عدد كبير، قلت كده كده معقولين جدا، إحنا أكتر ما كنت متخيل شوية، وقلت هسجلها لكم. لكن لا شتان بين اللي هيحضرها لايف والتسجيل، لا شك ان في روح معينه عايز اوصلها لكم، لكن زي بعض التسجيل هتوصل النولج. ايه الميزه اللي عندكم بقت متسجله؟ وهنزلها ان شاء الله تتمنتج وكده هون وتنزل. حسب انا يا مصطفى. فبقى عندك فرصه كل ما ترجع تسمعها. يعني الدفعات اللي فاتت كنت بقعد أذلهم، قصدي يعني أفكرهم وأقول له أنا قلت في المحاضرة زمان، فلاقي ناس يا حبايبي مونجولز، ما في طلبة مونجولز، عينيه عاملة كده زي الياباني، تلاقيه عامل كده سحبة سوزوكي شوية وعنده أمريكان هيرني وعامل كده خلاص، فلاقي يقول لي إيه ده، تبان السحبة تبان على طول، ما سمعش المحاضرة ومش عارف إيه اتقال. المحاضرة دي مهمة جدا جدا جدا. نبتدي. السلام عليكم يا ولاد ورحمة الله، وحشتوني جدا. أنا لسه داخل دلوقتي حالا. كل سنة طيبين وعام سعيد. الجزء الأولاني في المحاضرة دي حوالي نص ساعة بيتكلم على كل أي طالب في أول السنة، وبعدين النص الثاني هكلمكم على بكالوريوس ستة اللي انتوا دخلتوها واحتمال تخرجوا منها، لكن في ناس كتير دخلوا ما خرجوش، بندور عليهم لغاية دلوقتي مش لاقيينهم. مش مهم، مش مهم، بس الأغلب يعني نسبة اللوسز مش كبيرة، أغلب الناس بتعدي. فستة دي ليها كلام، لكن الكلام الجنرال أهم من الكلام اللي هقوله دلوقتي بتاع ستة. أول حاجة لازم نذاكر. تتكلم زي بابا، آه لازم نذاكر. إيه سخافة إن أنت ما تذاكرش؟ أنت ما وراكش في الدنيا، في الدنيا حاجة غير حاجتين، تذاكر وتعبد ربنا، في حاجة تانية؟ شغلتك كده بس، حتى لو بتعكس بناء بنسجل دي حاجات هوايات، لكن انت اساسا بتذاكر وبس، دي شغلتك. فاذا اتعودت ما تعملش شغلتك فده دلاله فشل بقيه العمر، لان انت بعد شويه هتبقى امتياز لو طلعت بالسنه. فلما بقيت امتياز بقى عندك نبطشيات وعندك مسؤوليات وعندك حاجة ما بتعملهاش، ما انت اتعودت المطلوب منك ما بتعملوش. بعد شوية بقيت نايب عليك ماجستير ما بتذاكرش، عيادة بتطنش في المروح، اتجوزت عليك غسيل مواعين وتعليق ستاير وتنظيف النجف ما بتعملوش، بترضع العيال ما بترضعهمش. فعايز اقول يا حبايبي مهم قوي الانسان في حياته دايما يبقى عارف انا مطلوب مني ايه النهارده، ودي مسؤوليتك لازم تعملها. دي اول نصيحه. تاني نصيحه، عليك تنجح حسب الظروف الموجوده، مش الظروف تتغير عشان تنجح. يعني لما جت الكورونا على سبيل المثال، اي جي يعني على سبيل المثال لا الحصر، اي على سبيل المثال، جي لا الحصر، بهزر ها لحسن حد يعني فلما جت الكورونا انتوا السنه اللي فاتت قابلتوا ارتباكات ضخمه جدا، وكل شويه قرأ ده مش انتوا، العالم كله محدش عارف كان بكره في ايه، وما زلنا مش عارفين بكره في ايه. وانتوا في الجو الصعب ده في ناس فيكم طلعوا الاوائل وناس فيه جابوا جيد جود. اوعى تبقى من بتاع جود وتقول اصل الظروف يا بابا،
ده كلية كل شوية بقرار. لسه مبلغني في ان طبعا مصر كلها سيستم. فلسه احد الجامعات الكبيرة في مصر. فبيقول الحقنا يا جدو علي. جروب الطلبة كلهم. قالوا لهم الامتحان هيبقى ام سي كيو لظروف الكورونا. ما حدش يعني. وبعدين بقى. فرانكفورت ما دام قلته بقى خلاص. وبعدين فالولاد ذاكروا انا بس انا ما فهمتش ما رضيتش ازعق لهم مش حمل زعيق. فقال فذاكرنا على ان هو ام سي كيو. انا مش فاهم ايه ذاكرنا ان هو ام سي كيو. دي ما فهمتهاش. يعني ذاكر ام سي كيو. مش فاهم. ما انت بتذاكر وخلاص. ودي نصيحه جايه مهمه جدا. انت بتذاكر وخلاص. قال فالنهارده فاجئونا هيبقى الامتحان زي الاصلي في اي سي وفي ام سي كيو. طب ما هو الحاجه ايه الخضه دي؟ في الظروف بقى اللي هم شايفين نفسهم مظاليم دي فيها وجعلوني مجرما في ناس يطلع اوائل الدفعه وفي ناس هيجيبوا امتيازات وفي ناس هيجيبوا جود مش كده؟ اللي جاب جود مش معذور خالص نهائي كان لازم في الظروف دي يبقى احسن حاجه. فاوعى طول حياتك طول حياتك في حاجه غلط في البتاع ده. اوعى طول حياتك تتزرع بظروف والا فالظروف صعبه من دلوقتي لغايه ما تموت. اوعى تحسب الظروف هتتحسن. في نيابتك الظروف صعبه. في امتيازك الظروف صعبه. في جوازك اصعب واصعب. بتقول له بوعدك يا حبيبي لما نتجوز هقف جنبك في كل مشاكلك. قال لا ما عنديش مشاكل. قلت له بقول لك لما نتجوز. فعايز اقول لك عليك في ظروفك دي تبقى راجل محترم وتبقى شاطر. انت بشعر خليك ناجح انت اصلع. ينفع واحد يقول لك اصل انا اصلع وظروفي صعبه ما اقدرش اواجه الحياه. لا لا في ناس صلع يا اولاد يعني انا مش اصلع انا شعري خفيف بس لكن ده في ناس يا حبايبي صعبوا عليا انا بستغرب عايشين ازاي ده ما فيش شعر خالص هنا. فدي النصيحه يبقى لازم نذاكر. اتنين نجتهد تحت اي ظروف. واوعى تتحجج لا يمنع انك تنتقد الظروف. يعني يا اخي فضفض هنعمل ايه؟ تموت؟ لكن ده مش موقفك انك تبقى احسن حاجه في الظروف دي. ثلاثه انت عليك كطالب مش مهم شكل الامتحان ايه. انت عليك رو ماتيريال معاك. يمتحنونا زي ما يمتحنونا. هدي لك اكزامبل. كلينيكال سيستم لم يسبق ولم يلحق. فشلت كواكب الارض، المريخ فشل. ظلت البشريه في ضلال مبين حتى اشرقت شمس السيستم فاضاءت العقول وانارت القلوب وهدت الحياره. انت مقتنع ولا لا؟ اه. بس انا احتاجك تقنع اللي مش مقتنعين، فاهم قصدي؟ السيستم بتاعنا دون كان زمان الامتحان شكله حاجة اسمها لونج وشورت. في يوم من الأيام وقبل امتحان بثلاث شهور أو الامتحان هيبقى أوسكي. أنتوا عارفين أوسكي كويس بقى خلاص. ولا حاجة. وأبشركم السيستم ما اتخضش. ولادي ما بيتخضوش. فعملت محاضرة عشان خاطر نستعد للأوسكي. عملت كم محاضرة لتغيير الشكل الرهيب من كيس بتقعد معاها تكتب تشخيص يكلمك الراجل في الحالة ولقيت ايه ويقوم معاك عليها لأوسكي نقلة جبارة. قعدت معاهم قد ايه؟ انتوا عارفين محاضرة واحدة ساعة واحدة وخلصنا الامتحان. لأن احنا معانا رو ماتيريال محترمة.
امتحني زي ما تمتحني. هنمتحنك اخر سنه اسئله شورت. شورت؟ طب يعني اذاكر شورت؟ انت تذاكر. يجي الامتحان شورت، يجي شورت، يجي لونج، يجي لونج. يجي مره برضه في سنه قالوا الامتحان حاجه اسمها يبقى في تلت الامتحان او تلتينه دلوقتي تلتينه. حاجه اسمها بروبلم سولفنج. بدل ما اقول لك ديسكاس مانجمنت اوف دي في تي اقول لك في واحده عيانه 45 سنه عملت هيستريكتومي بوست اوبرتيف لقت الكاف بتاعها سوولن وعندها بين وتندرنس. ايه تشخيصك؟ تانفستيجيت ازاي؟ تتريت ازاي؟ هي هي. فعشان نتعلم بروبلم سولفنج عملنا ثلاث اربع محاضرات هاو تو انسر، مش بنشرح من الاول. فعايز اقول يا حبايبي انت معاك رو ماتيريال. يجي الامتحان زي ما يجي. لو قبل الامتحان ب 10 ايام غيروا شكل الامتحان كله ولا تقلق، هعمل لك محاضره. اقول لك يا اولاد اللي عندكم تعملوا كذا، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فما تنشغلش ارجوك دلوقتي بشكل امتحان. ولا تنشغل بامتحان الام سي كيو اللي جاي لك في شهر 7. بفرنك عشت لغايه شهر 7. لا انت مشغول انك تذاكر كويس. الكلام ده انا بتكلم لكل الطلبه، لطالب سته ابتدائي يير 6 يعمل كده. دوره يذاكر. ويجي الامتحان زي ما يجي. خاصة بالظروف اللي احنا فيها دلوقتي مش عارفين هيبقى الشكل ازاي. كلامي واضح؟ النصيحة الرابعة ودي أهمهم. وأنا بشرحها لكل طلبة مصر دلوقتي لكل السنين وبشرحها لناس ثانوية عامة وتانية ثانوي قرايبي وأولى جامعة. نظرية اسمها السنة من فوق. من أهم ما يمكن. قبل ما أقولها أقول نصيحة رابعة أو خمسة. أرجوك انوي تبقى في العشر الاوائل. بس طلب، انا طالب منك حاجه واحده بس. هو ده رد الفعل اللي بيحصل كل سنه. عارفين الفرق بين اوائل دفعتكم وال500 على الدفعه وكلكم قاعدين هنا معايا؟ انا عارف في من ال500ات وفي من الاوائل. عارفين الفرق بينهم ايه؟ فرق واحد بس. ده اراد وده لم يرد. بس. ده داخل ناوي يبقى. وده داخل مش ناوي يبقى. تقول انا بقول لك انوي، يقول لك لا 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 ما انويش، انوي ليه؟ يا اخي بقول لك انوي تبقى في الاوائل. لا يا فندم انا غبي. انا غبي؟ حضرتك مش باين عليا ولا ايه؟ سحبت عينيا. انا غبي وانا ما انويش؟ لا. طب يا ابني حاول، يمكن واحد غبي لا 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 لا. عارف خطوره انك ما تنويش تبقى في الاوائل ايه؟ انك بقيت حياتك ناوي تبقى برضو كده. تبقى دكتور عادي. لما اقول لك انوي لما تتخرج، انوي تبقى اشطر دكتور في تخصصك. اشطر. ده انا ببيع كروت موبايلات في الشارع. بس. فده الخطوره. تعيش حياتك انت قررت تكون في الصفوف الخلفيه. وبرضه الفرق بين الاشطر دكتور واللي مش اشطر دي والله بس. أنا نويت من سنين أبقى أشطر جراح. ما كنتش أرضى بأقل من كده، وليه بأقل من كده؟ ليه يا حبايبي؟ فوأنت دلوقتي لو سمحت انوي أنا إن شاء الله السنة دي في الأوائل، حتى لو أنت طول عمرك جيد وجيد جدا ولا حاجة، وأنا جنبك هقول لك إزاي تبقى كده، بس اسمع كلامي. نصيحة في السكة مش تبع النصايح. صدق خبرة العواجيز. يعني أنا خد إكزامبل على ستة طب اللي احنا فيها. أنا بقول لك يا ابني لما تذاكر تذاكر من هنا تعمل كده واحد اتنين تلاتة. خلاص صدقني. هو أنا ليا أي مصلحة في كده؟ أنا بحبك. وبقول لك يا ابني عشان مصلحتك اعمل. وأنا راجل دلوقتي تميت 96 سنة.
انا كنت متخيل لما اوصل 87 سنه اتقاعد، لكن لقيت نفسي عندي قدره العطاء. خش يا بنتي. فانا في سني ده اللي هو 94 سنه لما النهارده اقف معاك، اللي يضحك وانا قلت اول مره ايه، بقيت بنسى. لما في سني ده انصحك اسمع كلامي، ما تبقاش غبي. انا بتكلم بالمذكر، ما تبقيش غبيه. ما جيش انا اقول لك كلام تقول ايه لا 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 لا، اصل انا ليا طريقه، لا اصل انا ليا ابدا. ليا يا حبيبي ليه؟ مالكش حاجه. تخيل انت قابلت واحد تانية طب، وانت راجل جبت امتياز في تانية طب وطالع التانية على الدفعه، قلت له يا حبيبي انت عامل ايه في البايوكيمستري وعامل ايه في الاناتومي، تعال اقول لك نصايحي. فقلت له نصايحك. قال لك لا اصل انا حضرتك ليا طريقه تانية، انا ليا يعني تقول عليه ايه، حمار بس غبي. ده انت اديت له من وقتك وانت مش فاضي عشان تقعد تقول له يا ابني ذاكر اناتومي بالطريقه دي وبايو بالطريقه دي وهيستولوجي كده واسمع كلامي. فما بالك الفرق بينك وبتاع تانية دون 4 سنين، والفرق بيني وبينك 77 سنة تقريبا. ما انا تمت 100 الحمد لله في الحبة دول. فاسمع كلام العواجيز، ما دام عجوز شاطر بيقول لك. لما اقول لك ان 9 من 10 الاوائل في اغلب السنين سيستم، انا فكرت فكره ولغيتها، لان يا اما انت بتفهم يا اما انت بتفهمش. ان انا اكلم لكم اوائل الجراحه في اخر 4 5 سنين يحضروا النهارده، عشان كان هقول لكم كلمه واحده بس، اسمعوا كلام السيستم بس، ما تحطش اي اديشنز ابوس رجلك. مش كونك عايز تطلع في الاوائل فانت عايز تحط بقى كل حاجه، اصل بقول لك انت دلعت كتير انا اجيب كل حاجه عن الجراحه. ما هو ده كلامي واضح؟ لسه بنت في العشر اوائل الدفعه اللي فاتت، بابا بيكلمني بيقول لي كنا في سيرتك يا دكتور علي. قلت له خير. الواحد قريبنا عمل عمليه جاله ادهيز اوبستراكشن، فالجراح محتار يفتح ولا ما يفتحش. فبنته دي قالت له جده علي قايل لنا نستنى 48 ساعه. طبعا كلامها الجراح ما خدش بيه، ده راجل استاذ كبير. لكن الجراح بعد ما كان متردد قال لهم طب نستنى شويه. Within 48 hours كانت passing plates with tubes. فكت. قلت له شفت كلام جده علي اللي بتتكلم لمين؟ امتياز. يعني انت لما تسمع انت هتبقى دكتور شاطر جدا وهتبقى طالب شاطر جدا. كلامي واضح؟ قريب رحت مؤتمر قاعد فيه جراحين كلهم 50 و60 سنة و40 سنة، بلا مبالغة 70% من اللي قلته في المحاضرة دي في شريطكم، والناس مش عايزة توقف. قابلت واحد 55 سنة والله قال لي بدعي لك. قلت له خير. قال لي بعمل انجروينج تونيل طول عمري وترجع لغاية ما سمعت محاضراتك الاوبرتيف، ما بترجعش بتاعت كنتم. اللي عندك ده مستوى من الجراحة خبرة عمري. أنا بشوف في كل عيادة 100 عيان. متخيل في حد ضرايب هنا؟ متخيل كم أي عيادة ليا تقريبا كل الجراحة بتيجي. كلها. بريست، هيرنيا، بايلز، فيشر، ثايرويد. وأنا راجل من أكتر الناس اللي قروا جراحة في تاريخ الدنيا كلها. وبحبك جدا وخبير في التدريس ليك. يبقى اسمع كلامي. عايز تتلخبط اتلخبط. أنت حر بقى. بس ما تقوليش. لأن رد فعلي هيبقى بايخ شوية. إيه بقى النظرية المهمة جدا 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 السنة من فوق؟ طلع ورقة وارسم معايا. ارسم معايا ارسم معايا
ارسم معايا ارسم معايا ارسم معايا ارسم معايا. جاهزين؟ ادي السنة، دي السنة. هو احنا هنحتاج الورقة مش عشان الرسمة دي اساسا، عشان اللي جاي لما اخش في سنة ستة فكله لازم يجيب ورقة. ودي عينيك بص على السنة من فوق، فين الغلطة اللي حصلت مع كل الطلبة على مر السنين في كل السنين؟ ان انت اهو انت وفي اول السنة وناكش شعرك وشايف السنة طويلة، وبعدين قاعد رايق وبتسأل اللي نذاكر ده اللي نعمل ايه اللي نقول ايه. ودي نظرة غلط. النظرة الصح دي السنة من فوق. نفس النظرية دي اسمها بص لحياتك من فوق. يعني لازم وانت في حياتك مش ماشي اليوم بيومه، مش اليوم برزقه، لا، عينك انت بعد 10 سنين تبقى ايه؟ كلامي واضح؟ مش عايز اقلبها اجتماعيات، نفسكم تقلبوها اجتماعيات. في بنات مش مقتنعة بأهمية الجواز، هلا هقولها واخلص مش انا مبقوق يعني. في بنات مقتنعين بس مفيش عرسان، لا خلاص انت مش غلطانه، انت عملتي اللي عليكي، بس دورك تعملي اللي عليكي. وفي ولاد مش مقتنعين، مش متحمس، اللي ما حدش ترفعش ايدك، اللي مش متحمس للجواز من الولاد. انا في العياده النهارده، عدي عليا هخليك تروح متحمس. اي مشكله يا ابني بنحلها، اي مشكله بنظبطها لك. البنت بقى اللي مش متحمسه للجواز وفي عز باباها ومامتها، ربنا يديلهم العمر والصحه، بصي على العمر من فوق، بعد 25 سنه بقى الوضع ازاي؟ ربنا يخلي بابا وماما غالبا انتقدوا رفيق الاعلى، اخواتك اتجوزوا، قاعده لوحدك تغني في شقتك ظلموه. وليه حاطه البديل ان جواز يجيب نكد؟ ابدا. قول يا رب اتجوز وحد يسعدني ويكون طيب وبيسمع الكلام من اول مره. بس. لا ما في رجاله مقرفه يعني، يعني. بقولها للناس اللي بره الطب عشان الاكزامبل اسهل عليهم. ونفس الكلام ليك. انت مثلا ندهوك تبقى راجل تساعد اساتذه في مستشفى. ومرتب هيبقى احسن كتير اول ما تقعد انت في عياده بتاعتك لك 3-4 عيانين. بص على العمر من فوق. بعد 10 سنين انت لسه بتساعد اساتذه. بس. طب انت جراح؟ انا مش جراح. تعرف تشتغل؟ ما تشتغلش. طب زمايلك يا دفعتك بقوا النهارده مدرسين في نفس المستشفى دي وانت بتساعده. تقول له ايوه يا بيه، حاضر يا بيه، الحاله دخلت يا بيه. فاهمني ولا مش فاهم؟ مفيش مانع تقبل دي، بس عينيك على العمر من فوق. واحد متجوز ومش لاقي حاجه، انا اشتغل اوبر، اشتغل اوبر، انا مش معترض. بس اوعى تبقى اوبر دي حياتك. وان كان دخلك منها ممكن يبقى اعلى من دخلك لو انت راجل بكالوريوس تجاره اشتغل محاسب، لا يشتغل محاسب ب 2000 جنيه. احسن من اوبر تجيب له 5000 6000، فاهمين ليه؟ عشان العمر من فوق. ده بعد شويه هيبقى مدير حسابات. بقى معاه سي في قوي، خريج تجاره اشتغلت 10 سنين هنا 7 هنا. فاهمين ولا لا؟ بقى له قيمه لما كبر. لكن فدايما دايما علشان خاطر عينك على حاجه اسمها العمر من فوق.
السنة من فوق بتاع دي عاملة كده دي. الحمد لله. طول ما انت باصص كده هتبص غلط في السنة او العمر. بص كده، تعالى نطبقها ابلايد على سته طب بتاعتنا. والحقيقة كل ما تبقى سنة اطول كل ما النظرية دي اهم بكتير. انت هتمتحن مثلا، هخليها 1/11 على سبيل المثال، وهي ده الافريج. عندك بطن وعندك جراحة، انا بحط لك جدول كل مرحلة بنتقابل طول السنة، وفي كل مرحلة هقول لك تعمل ايه. يعني الدفعة القديمة انا عامل لهم محاضرة عشان الكورونا، محاضرة متسجلة ايه هي الفترة دي نعمل فيها ايه بالتفصيل. كلامي واضح؟ طيب، فانت عندك هنا ورقة بطنة نظري، هنا بداية امتحاناتك، محتاج حاجة اسمها مراجعة نهائية بطنة، مش كده؟ يعني بصة سريعة كده على المنهج. خد بالك ان البطنة ممكن تنسى كتاب بسهولة جدا جدا، والحمد لله خلصت البطنة ورجعتها مرتين. فقول لك بس الروماتولوجي روماتولوجي ضغطي كانت بتزورنا والواد ابنها خد الكتاب معه مروح، ما تاخدش بالك ان في كتاب نقص، فاهم يعني؟ تحس ما تحسش باي نقص خالص. اشرب. فانت محتاج هنا اسبوعين علشان خاطر تراجع بطنه اسمها مراجعه نهائيه. لكن انت مذاكر بطنه ومراجعها من الاول. دي بص خلاص وصلنا 15/10، ده كنا عايشين. قبل 15/10 انت عايز تكون مراجع بطنه وجراحه كم مره؟ هقول عشان وقتكم ووقتي، هقول مرتين، ما ينفعش اقل مرتين خلاص، ومستحيل اكتر مرتين. فانت محتاج يعني ايه مراجع يا حبايبي؟ مراجع انت كنت مذاكرهم وبتراجعهم. طب عشان تراجع بطنه محتاج قد ايه؟ بفكرك وانا هنسى حاجات، كارديولوجي، نيورو، تشيست، اندوكراين، جي اي تي، روماتولوجي، فكروني، اندرولوجي ودرماتولوجي، كلينيكال باثولوجي، سايكاتري، اي سي جي، كلينيكال اللي هو كلينيكال البطنة، ده بقى كتب. وكل مرة هقابلكم هقول لكم، بعد شوية نخش في مقابلاتنا احنا، هحل لكم مشاكل بطنة. أقول لك تعمل إيه في كلينيكال البطنة، اللي بيسمع كلامي بيفلح. أنا معترض تماما كلينيكال بطنة يبقى كتب. من أول السنة لآخرها بتحضر مرتين عشان كلينيكال بطنة؟ ليه عندنا احنا في السيستم 8 محاضرات كلينيكال خلصناها وبقت اقوى ما يمكن؟ فاقول لك الغلطه فين وحلها فين. المهم، فانت محتاج عشان تراجع بطنه وعشان تراجع جراحه، تصوري مراجعه البطنه شهر والجراحه شهر، حلو كده؟ يبقى انت محتاج في الواقع 4 أشهر عشان نراجع بطنة واجرح. فوصلنا ل 15/6، افتكروا هذا التاريخ واكتبي دي. بص يا اولاد، دي اسمها المرحلة دي اسمها مراجعة نهائية بطنة، المرحلة دي اسمها مراجعة بطنة وجراحة مرتين، مش بس مرة واحدة، دي حتى مرتين، دي حتى مرتين. ماشي يا ولاد؟ يبقى سعادتك وسعادتك محتاجين من هنا ل 15/6 تكون خلصت. اكتب معايا بقى هنا
ايه وضعك هنا؟ خلصت بطنة كاملة وجراحة كاملة ونسيهم. اكتب، وانا عايزك تبقى نسيهم، افتكر كلامي انا بتكلم وعارف بقول ايه. اوعى تبقى حريص تبقى فاكر اللي ذاكرته. كتر خيرك تبقى فاكر الكتب اللي عندك، يعني فاكر ان عندك حاجة اسمها نيرف انجري بس نسيها. يبقى هنا اكتب مخلصين بطنة وجراحة كاملين وناسينهم. ده احنا طلعنا مزنوقين من النهاردة. السنة خلصت يا بابا. هو فعلا كده، هو فعلا انت مزنوق من اول يوم. يعني فعلا فعلا انت من اول يوم متأخر. وكلامك صح، النظرية دي كنا بنشرحها يوم 20/9 ونحس احنا مزنوقين. عشان كده لازم تحط بلان ازاي تكون مخلص بطنه وجراحه كامله. الكلام ده ينطبق على ثانويه عامه بقى. طالب ثانويه عامه الامتحان يوم كذا، مراجعه نهائيه قبل ورقه اولانيه 3 ايام، مراجعه كل منهج يبص عليه ويدرسه محتاج اراجعه مرتين، اهو هنا اكون مخلص كل المنهج مره ونسيه. خلصت الجراحة، ما تشغلش بالك بجدولها، شغلتي بس اسمع كلامي، اللي أقوله تصدقه بس وتنفذه. البطنة شغلتك، حط جدولها. طيب يعني ايه ذاكرت ونسيت؟ كلامي جاي مهم. أهم مذاكرة يا حبايبي أول مذاكرة. أنا هقول لك دلوقتي إن هنتقابل بعد أسبوعين مذاكرين ثيرويد ونك. هقول لكم حالا جدول السنة هيمشي إزاي. مذاكرين ثيرويد ونك. أهم مذاكرة أول مذاكرة. أنا عايز لما أسألك في اللي ذاكرته النهاردة بكرة الصبح تسمعه صم. بكرة بالليل قول لي نسيته. مش هزعل. عرفت أقول؟ واوعى تحاول تختبر نفسك انت فاكر ولا ناسي، هتطلع ناسي. نظريه طويله مش وقت الشرح. يبقى تاني انا عايزك، قلت لي انا النهارده ذاكرت ثايرويد كارسينوما والتوكسيك جويتر. قلت لك كويس، يلا قول ايه انواع الكارسينوما؟ الاقي حنفيه مفتوحه. ايه انفستيجيشنز؟ ايه التريتمنت؟ خلصنا كده اول مذاكره صم. لازم المذاكرة قاعد مركز، عارف انت مروح النهاردة هتذاكر ايه. في الجراحة ما تقلقش، ما انا هقولك، انا هقولك تذاكر ايه. في البطنة انت حر، لازم تبقى عارف. عارفك النهار، عارف النهاردة بروح الساعة 3 هنام ساعتين. مبروك الاهلي بالمناسبة، هو بقى الزمالك. وبعدين خلينا نتكلم في حاجات مهمة. انتوا عارفين الزمالك اتسمى الزمالك ليه؟ انا قلتها لكم قبل كده. كان في واحد بيحب واحدة اسمها عزة، بس راجل يعني هو انجليزي مصرية هنا، فعزة كانت تعبانة شوية فقال لها الزمالك. المهم نرجع. ف
أول مذاكرة قاعد على مكتبك أو على السفرة أو في أي حتة بتقول كده، قدامي ساعة مش هقوم، يبقى عارف هتذاكر إيه والساعة كام ضروري، وإلا هتحط الكتاب. وقعدت أذاكر بقى النهاردة إيه؟ ده في الراوند كانوا قالوا الكارسوم أوسوفجس، أما أفتحها لا، بس جدوا علي قال ثيرويد، ده البطنك وطالبين حاجة مننا. لما رحت الكلينيك الله، ده أنا مأجل هيستولوجي. وبعدين على ما بدأت فتحت الهيستولوجي، فتحته أقوم بقى أعمل لي ساندوتش، فتحت فرن البوتاجاز، ماما الجلاش بتاع امبارح فين؟ أخوك كلو، كلو؟ ماشي خلاص زي بعض. رحت قعدت، طب اعمل لي كوباية شاي، حرام معاك ساعة مش قايم، يبقى عارف بتذاكر ايه وامتى، وبعد ساعة قوم، ومعاك 10 مينتس تعمل حاجة وترجع، قافل تليفونك، تليفونك ده ملوش أي لازمة في الحياة اللي أنت فاتحه على طول ده خالص، مش يحصل أي مصيبة لو حد اتصل بيك ما لقاكش، المصايب بتحصل لما بيلاقوكوا. يبقى تاني انا جدول جراحة اديهولك، انت عليك اللي اقوله الاسبوع ده يتذاكر كويس جدا، لما قابلك هنا بعد اسبوعين تقول لي انا نسيت اللي ذاكرته، مش هزعل منك، بس اسألك سؤال محدد، تاني يوم الصبح من مذاكرتك كنت حافظه؟ كنت حافظه خلاص، ده انا هقول لك تعمد تنسى، حاول تنسى، ما تقلقش يا جدو من غير ما نحاول، ده طلب هننفذه لك. وصلنا 15/6 مخلصين رايقين، اعصابنا هاديه، معانا رو ماتيريال. طب اثناء جدولك ده بتحصل حاجات، يعني مثلا عندك حاجه اسمها سبيشال جراحه، فعندك امتحان نيورو سيرجري خلاص، وعندك امتحان كارديو ثوراسيك على سبيل المثال، لا ما يلخبطش جدولك، اوعى كل ما تجيلك حاجه تلخبط جدولك، جدولك ماشي والحاجات الجانبيه بتعملها معاه، عشان كده انا مش هحملك في جدولك كتير، مش هامله كل وقتك، ولا تخلي جدولك يملى كل وقتك. يعني انا لما اقول لك محاضرتين في الاسبوع ده قله ادب، ده المحاضره ساعة ونص هتسمعها وتذاكرها وتخلصها في 3 ساعات، لان انا عارف بشرح ازاي وانت سمعتوني، انت غالبا لو سمعتني كويس هتقوم تسمع، فانت دورك كده، دورك ان انت ذاكرت كويس محاضرتين في الاسبوع، طب وبقيه الحاجات بقى في الجراحه لو جت طوارئ انت ليك نص الاسبوع جراحه نص وبطنه. جمله مهمه قوي كنت هنسى اقولها، اصل يا جدو علي احنا بادئين بطنه، مين غبي كان يسال السؤال ده؟ لما اقول مين غبي كان هيسال ما ترفعش ايدك، خليك لعيب، تقول في حد كان يسال حاجه زي كده برضو، ايه الغباوه اللي هم فيها دي؟ فاهمين؟ طيب نقفل تليفوناتنا، لو شفت حد بيلعب في التليفون هزعل منه، في عيادتي بطردهم، بطرد المرافق اللي بيبص في التليفون، مفيش فرق نهائي ولا 1%، مفيش فرق نهائي بين اللي بادئ بطنه وبادئ جراحه خالص، بتذاكروا زي بعض بالظبط، الفرق ان انت بتاع البطنه بتحضر في البطنه، هو هتحضر جراحه، وبتاع الجراحه بيحضر في الجراحه، والطوارئ الزياده بتاع البطنه الطوارئ بتاعته بطنه، فكل الوقت الفاضي من جدول الجراحه وجدول البطنه للبطنه، واللي بيحضر جراحه كل الوقت الفاضي، يعني هدي مثال، عندنا محاضرات الكلينيكال مش هحطها لك في الجدول، انت في الجراحه
يبقى مع الشريطين بتوعنا النظري بتسمع مثلا شريط كلينيكال، شريطين كلينيكال معاه. وانا بطمنكم كلينيكال بتاعنا ما فيهوش مذاكره. اول مره درسته قلت لهم ما تذاكروش، بس خفت حد يكون يعني متخلف جدا فما يذاكرش ولا يعمل حاجه، يعني ما يعملش حاجه خالص، واللي قلت لنا ما نذاكرش فيعني. لكن الكلينيكال بتاعنا يتسمع اساسا وتتدرب عليه. المهم يبقى فهمنا الفرق الثاني والوحيد، ان انت قبل امتحان البطنه الميد راوند ده في شهر واحد او اتنين، قبل الامتحان ده بقى باسبوعين 10 ايام هقول لك وقف جراحه. لو انت في البطنه، ولو انت في الجراحه هقول لك وقف بطنه. تراجع بس الامتحان، شرحنا كويس؟ اوعى تغلط الغلطه تقول ناوي اخلص بطنه في البطنه. هتوصل يوم امتحان البطنه وانت بتخلص مذاكر في البطنه بالكتير قد اللي الشطار في زمايلك في الجراحه ذاكروه. الوقت ده يا دوب تخلص بطنه وجراحه. شرحنا سنه من فوق، اتكلم على السنه بقى. اكتب معايا هو احنا عندنا ايه السنه دي؟ عندنا حاجه اسمها نظري. ما تكتب معايا، مش انت في سته برضه ولا انت انتساب؟ هات ورقه واكتب. وهو ده المصيبة الكبيرة، كل الباقي سهل والسيستم حلو. يعني كان مصيبتنا زمان ان كل الحاجات الاديشنز دي كتب، زي المزالة البطنة كده للأسف. فالكل الاديشنز خلصتها لك اللي هتعرفها دلوقتي، انما المصيبة اللي لازم تذاكر لها كويس اسمها النظري. النظري ده عبارة عن كتاب الاسم، احمدوا ربنا اخيرا اسم جراحة منزل كتاب بيقولوا ده الكتاب همتحنك فيه. خلاص صيح في نية لتعديل هذا الكتاب، هنذاكر الموجود والتعديلات لما تنزل نظبط عليها. يبقى في كتاب الاسم ده الموجود دلوقتي اللي هي محاضراتنا بتشرحه. كتاب الاسم ده عبارة عن جزئين لازم تجيبوه. هقول لكم ليه، ما انتوا هتذاكروا كتبي ومحاضراتي، يبقى الكتاب جنبك تبص عليه، تحطه تحت مخدتك، تحس بالاطمئنان ان انت كونكتد باسم الجراحه، فاهم؟ طيب الكتاب ده جزئين، بارت 1 بارت 2. بارت 1 ده في شرايطنا احنا عباره عن بارت 4 في الاول. هتلاقي عندي حاجه اسمها بارت 4. ايه بارت 4 ده؟ ده بيشرح شوك هامو، الحته اللي في الاول في كتاب الاسم. بعدين في بارت 1، وبعدين انا عندي حاجه اسمها بارت 2 الجي اي تي كله. في بارت 1 هنا في اوسوفجس وستومك، يبقى اخر حته في بارت 1 هي في بارت 2 بتاعنا. اذا رحنا بارت 2 بتاع كتاب الاسم هتلاقي بقيه بارت 2 بتاعي وبارت 3. عدد انا عمري ما عدتهم في حياتي، ولأول مرة هعدهم المرة دي. عدد محاضراتنا بتاعت النظري كام؟ بارت 1 18، بارت 2 19، بارت 3 9، بارت 4 3. يبقى كده 49 محاضرة. صح 49.
هناخد محاضرتين كل اسبوع من هذا النظري، وانا هقابلكم كل اسبوعين اسمع اسئلتكم في اللي انتوا ذاكرتوه. عندك اسئله جاوبك. اقول لك انا الموست ريسنت ابديتس في اللي انت ذاكرته، مش عشان الامتحان. الامتحان ده خلاص تطلع الاول على الدفعه الاول، لكن ما دام بنتقابل ما اقول لك. مره بسال حد من ولادي قوي في الفاسكولر، بقول له بتعملوا ايه في الفاريكوز فينز؟ قال لي للطلبه يا جدو علي ولا يعني اللي بيتعمل فعلا؟ قلت له يا راجل هو انت لما خلصت معايا جراحه ورحت للشغل لقيت الشغل غير اللي انا قلته؟ قال لا بصراحه هو هو. قلت له بس ما دام كده كده هدرس لك، ليه ما درسلكش اللي بيتعمل؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فهتلاقيني بقابلك اقول لك على فكره دلوقتي اللي بيتعمل كذا، دلوقتي التقسيمه دي كذا، واكتب في الصفحه الفاضيه. فهتجيب معاك كتبي لو سمحت وانت جاي. المره الجايه هنذاكر ثايرويد ونيك. دول اربع محاضرات. هيتقابل السبت هنا ان شاء الله باذن الله بعد اسبوعين. بتبقى محاضره ساعه بالكتير. لكن في كل محاضرة بديك نصايح مهمة جدا، فأرجو اللي ما يحضرش منكم مش شرط تحضر، لازم تعرف أنا قلت إيه، نصحت بإيه. خلاص؟ طيب، في عندنا تسع محاضرات How to answer text questions. إيه حكايتهم؟ ياما ذاكرتوا يا اولاد، ياما ذاكرتوا، وبعد ما ذاكرتوا وسؤال انت مذاكره وحصل معاك في خمسه، وجه السؤال اللي انت مذاكره جيت تمسك الورقه والقلم لقيت افكار في دماغك شيطان، انت هتكتب ايه؟ هكتب اللي مذاكره. في ايه؟ لا، كل الناس زي يكتبوا كده. ما يكتبوا ربنا يوفقهم. لا، لازم تكتب حاجة جديدة، لازم تفكر فكرة جديدة، وبعد ما تغرس في السؤال لا عارف تكمل ولا عارف ترجع تقول له أعمل إيه؟ أنت فين؟ أنت فين؟ سابك، حطك على أول الضلال وسابك. فكل المنهج من أوله لآخره، ودي من مزايا مذاكرة كتبي، إن هاو تو أنسر تكست كويشن ماشي على كتابي، بنقلب صفحة صفحة وبقول لك دي لو جت تتكتب إزاي، دي لو جت تتكتب إزاي، فأنت جاهز مذاكر ولو جت تتكتب إزاي. فهمنا كده؟ ودي اسمها تكست كويشنز، تلت السؤال على الأقل تكست كويشنز، هتفهموا قيمتها. دي مش مذاكرة جديدة خالص، أنت ذاكرت. فاكتب حاول اكتب حاول تسمع how to answer text questions مع كل واحدة منهم. في المقدمة تسمعها في الأول، بعدين ما دام عندك ثايرويد ونيك حاول تسمعها. ما لحقتش احنا لسه بدري في أو دي بقى اللي بدري في أول السنة، إن بيننا وبين المحاضرات دي قد إيه؟ لسه سنة. فلو ما لحقتش مش مهم، لكن الشطار يا ريت. طيب، في حاجة اسمها هاو تو انسر بروبلم سولفينج، دول وام سي كيو، دول ما تسمعهمش خالص دلوقتي. قلت لكم ان انا قابلت الناس قبل الامتحان محاضرتين ثلاثة خلصناها. المهم توصل لي في المرحلة دي معاك رو ماتيريال محترم، وانا اقول لك ازاي تستخدمها. انت التين الامتحان بروبلم سولفنج، وعندك ورقه كامله ام سي كيو ب 150 نمره، فما تفكرش في الام سي كيو لو سمحت، ولا تجيب كتاب ام سي كيو الا كتابنا، وما تبصش فيه دلوقتي. خلاص؟ طيب، في محاضرات كلينيكال دي انا مش هوزعها لك، ده انت لو سمحت كلهم سبعة محاضرات منهم ثلاثة مراجعة. ايه الافتراء ده؟
ايه القوة دي؟ فتسمع الكلينيكال وتعرف ان كل التجارب السابقة كانت فاشلة تماما. فالكلينيكال ده الجراحين هيسمعوه اثناء فترة الجراحة، والبطنجية هيسمعوه لما يروحوا للجراحة. في 4 محاضرات اكس رايز مش وقته، 4 اناتومي مش وقته. ده جدولنا. وانا بوعدكم ان شاء الله تسمع كلامي تلاقي السنه ماشيه فيري سموس. دورك تحط جدول بطنه النهارده، النهارده مش وقت، وتمشي عليها. الاكس ريز لسه بيننا وبينها مسافات. حد بقى دخل عندك في الراوند وقال هسمع هشرح جي اي تي مثلا في الجراحه، اسمع من غير مذاكره، اسمع الجي اي تي معانا من غير ما تذاكر، ولون وراه وما تذاكرش، بقى عندك فكره في اللي هو بيشرحه مش اكتر. لكن انا بوعدكم قبل امتحان الجراحه، مش الميد راوند، الاند راوند، قبليها نكون مخلصين كتير قوي من كل اسئله، كل مواضيع كلينيكال الجراحه تبقى خلصت كامله باذن الله. حد عنده اسئله؟ بصوت عالي. لا، البطنه محتاجه دردشه بقى المحاضره الجايه اتكلم معاكم فيها. صعبا. شكرا شكرا، يا رب يخليكم وافرح بيكم واطمن عليكم.